إذا متابعي الكرام متابعي التركي، أنا مثلا في محاجبة مباشر من مدينة سمارة من هرورة عفوا، يعني كما كنتبوا دوار دراعو اللي طالع لمكتب السباب الهدم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، معكم مرسول عبد اللطيف، رئيس جمعية التنمية المستدامة بدوار دراعو. كيف كتشوف تعرضنا لواحد الظلم، لا من السلطات تقريبا ولا من المحكمة اللي خصنا نمشيو ناخذوا فيها حقنا. حنا الموضوع ديالنا كالتالي، حنا من 1960 قول كنا كنتواجدوا هنا، كنسكنوا في هذه المنطقه هذه، ها هي كتشوفها هنا، كانوا البرارك ديالنا هنا 1960 حتى 1978 وحنا كنسكنوا هنا. وهذه الارض هذه كانت ديال واحد المستعمر اللي هو فرنسي سميتو كاباني، كنا ساكنين عنده. اذا به في 1978 جات واحد الشركه اللي مولاها سميتو الحاج قريش والحاج البشير، ملي شراو هاد الارض هذه يعني خصهم يعوضوا هاد السكينه اللي كانت عندهم ديك الساعه هنا. ملي بغاو يعوضوهم اختاروا واحد المساحه اللي هي فيها حنا دابا، واحد 4 هكتار، باش يحولونا تما حنا كسكينه. في ذاك الوقت والدينا وهادي ما بغاوش، ما قبلوش هذاك التعويض. كانوا باغيين واحد الحل اللي هو حل جذري، يعني بغاو يسكنوا يعني بصفه رسميه. دخلت انا ذاك السلطه في شخص السيد الرئيس المجلس البلدي ديك الساعه عابد الشكيل، وكان القيد وقيله لما كنظن كان سميتو السولوري. حولوا هاد الناس والدينا وهادي، تحولونا لهاد البقعه هادي اللي ما كناش راضيين بها اصلا، كنا باغيين نحل جدري من الاول، بغينا نسكنوا مزيان ما بغيناش. من بعد بقينا ساكنين، حدوا لينا واحد 60 متر ولا ما 70 متر بحال هكا، حدوها لكل واحد. بقينا ساكنين واحد المده فين ما كنمشيو كنبغيو نسويو الوضعيه، كيقولوا لك انت ما عندناش في الملك الدوله، انت في ملك خاص، بمعنى عندك مشكل عويص، انت ماشي في ملك الدوله، انت في ملك خاص، خاص مول الارض هو اللي غيدير معك الحل. بقينا حتى اليومنا هذا، دابا ولا ما بقاش داك المشكل العويص ديال اننا الارض راه ملك مولاها وغادي خاص المشكل ديال مولاها يجي يحل معنا المشكل، لا ولينا كنتصادموا دابا حنا بالسلطه ومع العماله، هما اللي كيقول لك لا الارض غادي تخويها ديالك ولا ماشي ديالك غادي تخويها. حنا كنقولوا لهم ايه نخويوها، احنا ماشي ضد اننا نهدموا ونمشيو، ماشي ضد السلطه، ماشي ضد الافراء، يعني خرجتوا باش يتم هذا الديال. لا دابا هذيك بغينا نوصلوا لهذيك النقطه، هذيك النقطه اخرى نقول لك كيفاش خرجنا. لا تظلم، احنا في دوله الحق والقانون، وكنتفاجئوا بانه ما كاين والو، كاين غير هذيك مجرد كلمه كتكتب وصافي. ملي كتشوف انت تنوصلوا لهذ النقطه هذه، قلت لك ملي كتقول ليه انا راه ماشي ضدك انني نرحل، انا معاك، ولكن عوضني، ما تعوضنيش من صندوق الدوله، انا يعوضني كما كنتي كتقول لي شحال هذه المشكل ديالك مع مول الارض. حتى دابا باغي مول الارض بقوه القانون، جيب لي مول الارض. بقينا كنتفاوضوا على هذا الاساس هذا لمده تقريبا راه جايه لواحد العامين ونص. كنمشيو عند السيد الباشا وعند السيد القيد، كيقول لك اه من حقكم وهذه وكذا، مول الارض اللي خصو يجي يتفاوض معاكم وهذه وكذا. ملي جينا كنتفاجئوا حنا بعدا كنلقاو روسنا الهرورة ما داخلاش في إعادة الإيواء، كاينة 21300 وحدة سكنية ما فيهاش الهرورة، ما فيهاش عين عتيق، ما فيهاش عين عودة، يعني البراكة ديالي أنا غير يبالية، ما عنديش البارتما ديالي في سخيرات ولو كاع نبغي نمشي مع الدولة. هذا خرق من الخروقات. عاد عاوتاني ملي كنمشيو وكندفعو كيدعونا العمالة، كنمشيو كنكتشفوا انهم دعونا بواحد التيتر ماشي ديالنا،
ملي مشينا جبدنا هذيك الملكيه ديال التيتر وجبدنا البلون ديال هذاك التيتر لقيناها عباره عن عماره في سيدي يحيى، وحنا 47 واحد كنسكنوا كاملين في ابارتومون في الطبق الثالث. ملي عاقوا بنا باننا كشفنا الامر جابوا لنا الحكم بواحد تيتر، جابوا لنا بواحد الحكم بواحد تيتر اللي هو وهمي ما كاينش. قلبنا من قنيطره عبر الولايه من قنيطره للصخيرات ما كاينش شي حاجه سميتها هاد التيتر، هذا الرقم هذا ما كاينش لا يتواجد. ها ملي كيجي عندنا الناس المحكمه والناس العماله اللي غيبلغونا كتقول لها صاحبي راه هذا الشيء اللي كتقول راه ما كاينش، انت جيب لي واحد الملك ماشي هذا، وهذا الملك وهمي، ها الملكيه ديالنا ها هي. لا صافي انا باش نقول لك، انا باش نقول لك اش كاين وصافي. عينا الوثائق يعني انا بغيت نعطيك الدلائل انا ماشي انا ممنوعين في اللايف، خليك تنساو اللايف وناخذ. مرحبا انا ما قلت لك انا باش نعطيك انا الهضره ديالي تكون عارف اش كنقول بالدليل. فهمتي ملي كيجي كما قلت لك ملي كتقول انت في دوله الحق والقانون وكتلقى هذه ما كيبقى يبان لك والو، فهمتي؟ وملي كدي هاد الوثائق للسلطه كيقول لك اه معكم الحق والله وما انا لمنكر هذا راه مظالمينكم هاد الناس، وكتجي تلقى هذيك السلطه معاهم في الترياب كيقول لك اه معاك الحق وغريب ليك، كيفاش واش حنا ما عرفتش حنا ملكيين كنقولوا عاش الملك، وما كنقولوش ضدكم في الترياب، حنا معاكم في الترياب ولكن ناخذ حقي. وبعدا في هاد الشراكه دايرين سكن ماشي اقتصادي، سكن اجتماعي، وراه كنعرفوا شنو هو الفرق ما بين سكن اجتماعي وسكن اقتصادي، ودايرين سته ديال الشركاء اللي كيكونوا اللي مشاركين في هذه الاتفاقيه جامعين 10 المليون دوك الشركاء، والمواطن كيعطي 10 المليون في سكن اجتماعي ماشي سكن اقتصادي. هادشي اللي عندي انا في هادشي اللي عندي انا في الشركاء، فهمتي؟ ما علينا. دابا حنا ملي كيجي كيقول لك ها الحكم بالافراغ، عندك فيه حاجه واحده اللي عندك في هذا الحكم ديال الافراغ، كاينه السميه والعنوان ديال الحومه اللي هي دوار دراعو، من غيرها ما كاين حتى شي حاجه. يعني ملي كتقول له راه كتقول له هاد التيتر، كتقول له هاد التيتر راه ماشي ديالي، كيقول لك ملي كتقول له هاد التيتر راه ماشي ديالك ماشي ديالي، كيقول لك اه عارفه ماشي ديالك، هو غاتخوي والفاظ اللي غادي نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. واليوم على الصباح صبحنا واحد القوه، ومع العلم ان احنا سلميين كي ما عمر شي واحد لحتى حجره، ويجيب لنا واحد القوه اللي مرعبه، ولكن احنا بقوه القانون ومادام كاين صاحب الجلاله نصره الله كيقول لنا شعبيه العزيز فاحنا ما غنخيبناش الله. الدوار نكملوا تما. مرحبا يلا نكملوا في الدوار. اذا متابعي الكرام غنحاولوا نطلعوا يعني الدوار، يعني نشوفوا الساكن كيفاش يعني خارجه محتجه كطالب كتقول لك يعني بغينا البقعه ما كنردوا يعني السقق، نمشيو نشوفوا شنو وقع تما في دوار درعاو. إذا متابعي الكرام يعني كما تشوفوا ساكنة هاد الدوار تطالب السلطات يعني حمايتها. يعني كما كتلاحظوا بأنهم خارجين محتجين هنا في دوار دراع. يا
اذا المتابع الكرام متابع شوف تي في يعني كما كتلاحظوا الساكنه اللي خارجه يعني كطالب يعني بتعويضهم بالبخار. اجي السلام عليكم حاج. السلام عليكم. كيف تقول شد معك الصوره نعبر مباشره بقناه شوف تي في من يعني اصحاب الملكيه اللي زوري مغربي ويريبو ثم قلت لهم يعني حنا ماشي ضد يعني السلطه ضد الرياب وهذه ولكن بغينا التعويض ديالنا. حنا بغينا السكنه ديالنا. حنا هاد الناس حنا ساكنين في هاد البلاد من تقريبا واحد 60 سنه او 55 عام باش حنا ساكنين هنا زايدين حنا هنا وولادنا زايدين هنا وهاد الناس جاوا باش بغاو يرحلونا من هنا بان بلا قانون جايب لنا حكم ديال سيدي حيا وحنا ساكنين في العرهوره عندنا هاد الارض هادي ساكنين فيها حنا خالقين فيها زايدين فيها ولادنا تزوجوا ولدوا ولادهم لان ساكنين من 2062 او 64 اللي ساكنين هنا في بلاد كابان واليوم جايين باغيين يخونا منها حنا فين غادي نمشيو ما عندناش فين غادي نمشيو وكيقول سير تكري ما عندناش باش غادي نكريو اصلا ما عندناش باش غادي نكريو هاد الناس جايين الظلم حاكمين علينا في المحكمه بان الظلم بان باغيين يشردوا هاد الوليدات ديالنا ويشردونا حنا ماشي معقول حنا ماشي ديال هادشي وحنا ما هربانين وحنا كنطلبوا بالتعويض ديالنا تعاود طالبين غير التعويض اللي يستحقوا حنا ما طالبين منهم حتى شي حاجه اللي هي يعني خارج القانون هذا هو المطلوب ديالنا حنا منهم حنا ما طالبين شي حاجه سلميين لا ما خدامين حتى بشي حاجه ما معرضين اللي هما والو بغاو يريبوا مرحبا بهم يريبوا لنا ولكن حنا راه ما عندناش فين غنمشيو شي عرض اخرى غنمشيو ولا راه ما كايناش راه الا هذا هو المقر ديالنا الا ما عطاوناش اللي غادي نستحقوا عطاونا السكنه اللي غادي تليق لينا هاد الناس بغا يشردونا يشردون وليداتنا راه حنا ماشي ديال هادشي هذا لا شكرا على الوجه. كما كتشوفوا يعني دوار يعني ذراع عوق اللي طالب يعني تقول حاج السلام عليكم. ورحمة الله. حاج شحال من العام اللي تبغى الدوار هذا؟ حنا سكنا 1963. أجل حنا العام سيدي سكنا 1963 هنا. هالبلاد كانت ديال فرنساوي مسيو كاباني من بعد شراها الحاج الباشير حنا كنا ساكنين في اللاكس ديال ولا الحاج الباشير حولنا جابنا لهنا قال خذ من بعد غادي نتصاوب معاكم واحد الوقت جا عندنا هذا الحاج الباشير باش غادي يتحاور معنا وداك الشيء قال خذ ديال البلاد غادي نفوت عليكم ومن بعد وليداتنا كلشي زايدين هنا اللي كتشوف هاد الوليدات راه كلهم زايدين هنايا هادو كلهم هاد الوليدات هادو كلهم اللي زايدين هنا 1963 فاش سكننا البلاد ديال واحد الفرنساوي مسيو كاباني 1980 جا حولنا الحاج الباشير هاد البلاد تابعة ليه لان هو شرا هذيك البلاد ديال ذاك الفرنساوي وملي شراها وداك الشيء بقينا هنا حولنا هنا بقينا حنا في الحوار معاه حتى اليوم دابا هاد البلاد راه ماشي ديال الملك لا لكم هاد فرنسا اي مكتوب على الدوار لا خداها الحاج الباشير ومن بعد هو تفوت النصراني خلصوا في البلاد مشاو ولكن حنا بقينا على حساب الحاج الباشير حساب الحاج الباشير على سقينا الحاج الباشير كان قال لي شوفوا غير مع الدوله وانا نفوت عليكم مع الجماعه هذه كانت قياده عين عتيق اي كانت قياده ديال عين عتيق ما كانت العماله كانت باقا ما كايناش عماله صغيره اي حاسه كنت يعني ملي كانت يعني جامعه عين عتيق باقا حتى هي ما كايناش كانت قياده تماره ومن بعد عاد يعني رافضين هذا الا يسلموكم البقاع اي يسلمونا البقاع والسكن مزيان حنا راه ما رافضين شيء تحوال ولا حنا ماشي ضد حتى شي واحد حنا غير يعطونا سميتو الوليدات ديالنا انت كتشوف ودابا هذوك السكن اللي كاين في الصخيرات نعم تيدير كاين اللي عنده اربعه الوليدات كاين اللي عنده خمسه واحد جوج بويتات راه ما دايرين والو حنا دابا يعطونا السكن ديالنا مزيان حنا ما رافضين لا تحوال لا والو حنا مستعدين نعم سيدي شكرا لك. اذا متابعي الكرام يعني كما شفتوا يعني دوار ذراع عوق اللي دار يعني قياطا وخرج يعني كيحتج هنا امام الدوار
يعني كما تيقول يعني كما قالك بان جات السلطات بغات تريبونا يعني الناس خرجنا باش يريبونا، ولكن يعني كنطالبوا يعني بالبقاء، يعني اذا كانوا اصحاب حق فعلا راهم اصحاب حق، اذا لما كانوش اصحاب حق فعلا راه ما عندهمش حق، يعني كاين ثقه في القضاء وكذلك ثقه في السلطه، يعني ما يمكنش يعني غيتم الهدم لهاد الناس ويضيعهم ويشردهم الا ما يعودهم، يعني كما تيقولك بالبقع، ماشي ما بغيناش السكن اللي هو يعني في الصخيرات، كما تيقولك بغيناش الصندوق. يعني كما كتشوفوا متابعي الكرام ومتابعي نشوف تي في، يعني وقفه يعني احتجاجيه من ساكن الدوار دراعو، كما كنشوفوا رجال نساء الكل خارج يعني واضعين لافتات وكذلك صور ملكيه، يعني كيطالبوا يعني غريب هذا باش عارفين الباب، علاش دابا انت ناعس ليا تما مجبد مع راسك العشيه تريب ليا انا تطيح الظلمه تريب ليا وانت كتنعس في الدار كتخليني انا ما غريب ليا دابا باش نعرف فين الباب، بغينا نهبطوا نقلبوا ما خلاتش بلا اللي خذوها ما خلاتش وحده من هذا الشيء كامل المهم انا كانت واش وداديات من خلدون واش دوله ولا وينها ديالك؟ إذا متابعي الكرام يعني كما كتشوفوا يعني نساء رجال شباب الكل خارج حجة السلام عليكم. حجة عبد الناس نادين السلام عليكم. سلام اسيدي، احنا بغينا بلادنا وبغينا هذا والله يجازيهم بخير، من حقنا نطلبوا حقنا، نطلبوا حقنا، ما باغيش نتشردوا، ما بغيناش نتشردوا في بلاد الناس، ما بغيناش نتشردوا في بلاد الناس، احنا بغينا نخرجوا ونشدوا محلاتنا، هذوك راه الاولين مشاو وشردوهم وما خلاو ما كاين لا كره لا والو، الله يجازيك بخير، حنا بغينا نخرجوا من هنا وندخلوا لديورنا، ما نضيعوا حتى واحد ما يضيعنا حد، الله يجازيك بخير، عندنا ولادنا وعندنا كل شيء، علاش غنمشيو نتشردوا في بلاد الناس؟ يعني سمعنا الشباب وميتي والرجال قالوا ان هذا يعني ملك انتم كطالبوا اي كنطلبوا ايوا كنطلبوا النصيب ديالنا هنا، راه حنا كبرنا هنا وشرفنا هنا وولدنا ولادنا كبروا وتزوجوا ولاد ولادهم وكل شيء، علاش اسيدي حنا بلاد هذا يعطونا حقنا هنا يعني. ما رافضينش الهدم؟ لا ما رافضين والو، فين ما داونا غير يخرجونا ويعطونا السكن النقي، ليه ماشي بنادم يمشي يتشرد كما شردوا الاولين، الله يجازيك بخير اسيدي، الله يهديك. شكرا شكرا. اسمح لي حاجة السلام عليكم. السلام عليكم سيدي، حنا ما هاربين حتى من شي حاجه، يعطونا السكن ديالنا حنا دراوش ما عندنا باش نخلصوا ما عندنا باش، ما يعطونا شي سكن اللي مزيان، وعندنا الوليدات حنا العيب والعار الا هربنا لهم من شي حاجه، راه عندنا الوليدات ثلاثه اربعه اللي عنده في الدار خمسه، واش نمشيو نسكنوا جوج بويتات؟ راه ماشي حق العيد، راه حنا ما عيدناش، ما عندنا باش نعيد وما عندنا فين نمشيو، حتى ما عندنا فين نمشيو سيدي، حنا ما عندنا فين نريبو ما عندنا فين نمشيو، يعطونا سكنتنا مرحبا راه ما هربنا من شي حاجه، مرحبا يعطونا سكنتنا، راه حنا بوليداتنا عندي سته ولا سبعه في الدار، راه ما عندي كندير لهم عزاره وعزبات، ما عندي فين نمشي، والناس معايا اخرين حتى هما راه عندهم وليداتهم، حتى الناس اخرين عندهم ثلاثه د الاولاد اربعه د الاولاد، فين غيمشيو؟ فين غيديروهم؟ فين غنسكنوا؟ نمشيو للبحر، الا بغينا نحونا في البحر يريبو ونحونا في البحر، يقلبونا نيشان للبحر ما كاين مشكل، مرحبا. حتى حاجه ما يعذبونا، ما يعذبوا وليداتنا، ما يعذبوا هاد العيالات الكبار وهاد الرجال الكبار. ويقلبونا في البحر نيشان، يجيبوا تراكسات ويقلبونا مرحبا، ما هربنا لهم حتى من شي حاجه. غيعطونا سكننا لايق ويعطوا لوليداتنا اسميتو، راه ما حنا غنمشيو نعيشوا مع وليداتنا في بيت واحد. شكرا ومرحبا. شكرا. ما هاربين حتى من شي حاجه، راه حنا بوليداتنا. اذا متابعين كما شفتوا يعني النساء نساء الشباب يعني الكل يعني الكل يعني خارج يعني كيطالب يعني كما كتشوف دوار يعني ما نسميش لا ما نسميش يعني دوار يعني لا خوفنا عليه للاسف باش يعاوننا
كبير اللي اليوم كيطالب يعني من من الناس ديال يعني المعنيه بالامر في عمليه الهدم. تشوف بان حنا هنا البقعة اذا كانوا اصحاب حق يعطيهم حق فعلا، ما كانوش عندهم حق، راه ما عندهمش حق. يعني كما كتشوفوا هذا هو دوار دراعو، دوار دراعو اليوم يعني اللي غيتم الهدم هاد الدواوير كامله. تابعيننا راه كما كتشوف راه تم الهدم بعد الدواوير، هما كنشوفوا بان تم هدم بعد الدواوير هنايا. وزح شوف إذن متابعي الكرام، متابعي شوف تي في قناة شوف تي في، سنقول لكم الحدث من عين المكان من دوار دراعو كما تشوف الساكنة. السلام عليكم. لا خليها كان اللي بغيتي اخويا، الظلمه اللي بغيتي اخويا. لا انت على المباشر على قناة شوف تي في، احنا جينا قلنا الدرب انك عيال، غير خلي الوثائق حتى الاخر وغنشوفو. واخا اخويا الوثائق من نوعين المباشر حتى الاخر. السلام عليكم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد اياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين. هادشي اللي كتب الله ورجع في الله. انا فاطمه ملوك الباشا، مشيت عندو دار القرعه، صورني انا والريسيبو المحل باش يعطيني شقتي. قلت لي راه ما عنديش الفلوس قدام كلشي، قدام القيد عبد الله وعبد الله وكلهم واجالسين، وانا قلت ما عنديش. صورني انا ورقتي، قال لي غنجيبك سويريتك وتمشي في حالك لدويرتك انا وليداتي. ما عطاني لا سويريت لا والو، دابا راه مو غعطاونا غنبغي نهدمو، وانا ما عندي فين نمشي. الشرفه اخوتي الحاله توريكم، وكلشي نتوما راهم في ايديكم، نتوما راكم عارفين كلشي. عايشه بوحدك هنا؟ عايشه انا و الوثائق في الاخر غنصور. واخا خويا، واخا خويا، واخا خويا، انا عايشه انا وليداتي، انا وليداتي، هذا محالي كله هذا. ما استفدتش، هذه خوتي هنايا ووليداتي اخويا. كلشي عندهم، الحكم كلشي عندهم، كلشي عندهم اخويا. واخا خويا يعطيك الستر خويا، يرحم والديك اخويا. واخا خويا، السلام عليكم. الله يرحم بها الوالدين. شكرا. لكن صورني الباشا يا وي، راه عطاوك البون. الوادي اش قلت لك انا اخويا؟ قلبه ها هو، راه عطاك البون، وراه عطاك البون. دابا انت السد ديال الحاجه ما عنديش انا، تنطلب على دريهمات مسكينه ودرويشه. ديتي البون يعني استفدتي؟ باقا مش ديت والو. البون واش سبقت انت منتظر غير السكن؟ دابا حاليا قال لك تسير تكري ما عندناش من نكريو، انا ما عنديش ما استفدتيش. ما هي راه دابا شاد البون عندك البون يعني راك نسيت. اخويا انا ما انا طايعه المخزن، اذا المخزن هي اللي كاينه. الله يرحم بها الوالدين خويا. اخويا وحنا خوتكم وبناتكم وحبابكم، اللي كان اللي قال شي حاجه حنا بسم الله. حافظ الرقم التليفون ديالك على الله كاين عنده. واخا صافي انا نرجع عندك صافي. ها انت ها الحكم اللي فرض صافي. خلينا نرجع، اذا متابعي الكرام يعني نكتفي بهذا القدر، يعني نكتفي. السلام عليكم. حنايا هادشي اللي جانا اليوم راه فاجئنا، وولادنا باقيين ناعسين وتهجموا علينا وداروا لنا هاد الحال. حنا كنطالبوا بحقنا، هادشي باش كنطالبوا. حنا عطيونا غير السكن ديالنا فين سكنوا، عطيونا السكن فين سكنوا ومشيو بحالنا. حنا ما طالبين منهم حتى شي حاجه، هادشي راه عيب وحشومه. راه اللي جاونا اليوم راه رعبوا، رعبوا ولادنا صغار وكبار. راه ثلاث ايام حنا ما كناعسو لا ليل لا نهار، راه لا ليل لا نهار، لا ناكل لا نشرب لا ندخل لمحلاتنا، راه حالتنا. صريحه الشباب قالوا لنا انتم ما يعني حنا عطيونا السكن ديالنا مشيو بحالنا.
عطيونا غير السكن ديالنا اللي كان، عطيونا غير السكن ديالنا، عطيونا سويرتاتنا وكنهز حوايجنا من هنا نمشيو لمحلات من نيشان. حنا ما قاديش نتكرفصوا، حنا ما باغيش نتكرفصوا. شكرا لك. السلام عليكم الحاجة. السلام عليكم اولدي. كان طالب وليدي، حنا وليداتنا وكل شيء اليوم ثلاث ايام حنا مهزوزين، ما كاين زعما الحاله ضعيفه، بغينا غير السكن، حنا بغينا حتى حاجه، بغينا السكن نخرجوا لي ما فينا، ما عندنا باش نكريو، ما عندنا فين نخرجوا، راه كيعلم بينا غير الله، وكنطلبوا من الله تبارك وتعالى، ونطلبوا لكم الله يعاونكم. راه الحاله ضعيفه، راه ما عندناش. هكا وليدي الله يسهل عليك. شوف انا وليدي تحولنا من التحت، عندي سبعه الدراري ياك، كلهم والدهم هنا، هذا منهم ها هو الكبير، كبير الله. واليوم حولنا السيد قال لنا سيروا الى سيروا سيدي تحولوا، وهانتوما من نرجع من المرض راني غنضي معاكم الوقت ياك. من اللي مات مسكين رانا هاد الارض مشات لهاد خينا هذا مول الارض، من اللي دابا دار باع ارضو وخلانا حنا دايرين في الدوار ياك. خاصنا دابا السكنه ديالنا وخاصنا يعوضنا، ماشي نتحولوا حنا بوليداتنا وكلشي، وما عندناش العيد، ما عيدناش. واش كاين شي واحد ما عيدش العيد ويخلي وليداته بلاش؟ راه العيد ولدي ما عيدناش. لا حول ولا قوة الا بالله. ياك وما خاصناش اولدي نتسردو هاد التريده. شوف 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 هادشي كلشي سردوه، كلشي ولدي هادشي سردوه، هادشي اللي شريب كله سردوه، حنا ما نتسردوش. شكرا الحاجة. اذا المتابعين الكرام اخذكم يعني تبين الساكنه دوا زرعو يعني خارج يعني قال لي انتم يعني رافضين رافضين الحضره ماشي رافضين. Thank you.